طابة مساءكم مشاهدينا، أنا لارا نبهان وهذه الأخبار الليلة نبدأها بالعناوين. الجيش السوداني يعلن التقدم للمرة الأولى في محيط مطار الخرطوم، والدعم السريع ينفي وقبيلة جديدة تعلن دعمها له. أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق بين لبنان والكويت بعد تصريحات وصفت بغير الدبلوماسية لوزير الاقتصاد اللبناني. انقلابيو نيجر يستنجدون بفاغنر عشية انتهاء مهلة حددتها إيكواس لإعادة السلطة، وفرنسا تعلن دعمها لتدخل عسكري تعد له المجموعة الإفريقية. غرقوا قاطرة في قناة السويس بعد اصطدامها بناقلة نفط، والإنقاذ تنتشل 6 أشخاص والعمليات مستمرة. البداية من السودان، حيث تحول ما يزيد على نصف سكان البلاد إلى محتاجين لإعانات غذائية بسبب الاقتتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي بحسب الأمم المتحدة. ولكن القتال الدائر يمنع حتى إيصال المساعدات لأغلب المحتاجين، ولم يتلقى إلا 1.5 مليون محتاج مساعدات من أصل 24 مليونا. واليوم للمرة الأولى منذ بداية القتال يتحدث الجيش السوداني عن تقدمه إلى محيط القيادة ومطار الخرطوم بحسب مصادر عسكرية سودانية. وأعلن الجيش كذلك تأمين مناطق جديدة في أم درمان بعد أن كان نفى إعلان قوات الردع الدعم السريع سيطرتها على كامل وسط دارفور. مقدمته في المنصة ومؤخرته آلي من بيت أم درمان الوطني، داغ بهم المكان، كلهم جاهزون، ونحن الآن في المحليات فتحنا معسكرات التدريب المفتوحة، ونقول إن شاء الله كل القوة خرطوم جوا، كل القوة خرطوم جوا، كل القوة خرطوم جوا. الكلام اللي كلام في مناطق الجيش كلمة قصيرة وسريعة حقيقة، ماذا نطيل الحديث، لكن أقول آخر الرسالة وصلت. قوات الدعم السريع نفت في فيديو نشرته تقدم الجيش في الخرطوم. نشروا منشور بأنهم مسيطرين على مباني الجهاز، ياهو مبنى الجهاز الورانا، وانهم قال قوات العمل الخاص مشطت مبنى الجهاز ومشطت شارع المطار لحد صاله الحج والعمره. زي ما شايفين الان نحن في المدخل بتاع شارع المطار، دي تايوتا، وده مدخل شارع المطار لكل الناس اللي بيعرفوا شارع المطار، ده المدخل بتاع شارع المطار. نحن ماشيين الان داخلين، وهم قالوا قوات العمل الخاص قال سيطرت على شارع المطار، ده كله كذب وتضليل للراي العام. زي ما شايفين ياها اللافته بتاعت مطار الخرطوم. جينا الان من امام صاله الحج والعمره اللي قالوا مسيطرين على قوات العمل الخاص. شايفين شركه مطار الخرطوم الدولي صاله الحج والعمره، ده مدخل، ده مدخل صاله الحج والعمره، ده المدخل زي ما شايفين مدخل صاله الحج والعمره. ومعنا من أم درمان الآن الصحفي في مكتب الحدث في السودان شهدي نادر لنتابع معه التطورات الآتية من هناك في ظل تصريحات عن تقدم للجيش في بعض المواقع في هذه المنطقة. نتابع معك هذه التطورات شهدي، مساء الخير لك.
نعم لارا، وإن كنت لم أستمع إلى السؤال حتى نهايته، ولكن خلال ساعات هذا اليوم كانت هناك تطورات بشكل كبير جدا في سياق العمليات العسكرية، وتحديدا في مدينة الخرطوم. بدأت من خلال عمليات الكر والفر التي ظلت تشهدها المنطقة الجنوبية الواقعة جنوب محيط قيادة الجيش. هذه المنطقة التي ظلت هي محل كر وفر بشكل مستمر خلال الفترة الماضية. أيضا كانت منطقة جنوب مدينة الخرطوم هي البقعة الأعنف في خارطة المعارك التي دارت اليوم، كذلك كانت تعد إحدى أطول المعارك التي تشهدها العاصمة الخرطوم. استمرت منذ 5 فجر هذا اليوم وظلت بشكل متواصل حتى قبل مغيب الشمس، يعني أكثر من 10 ساعات ظلت استخدم، وكذلك استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، كذلك دوت أصوات انفجارات في شرق مدينة الخرطوم. في مدينة أم درمان الوضع كان يماثل بشكل كبير ما جرى في جنوب مدينة الخرطوم، وإن بدأت بحدة أقل إلا أن هناك أيضا اشتباكات برية عنيفة إلى حد كبير دارت في عدد من أحياء مدينة أم درمان القديمة. كانت انفتاح الجيش عمليات التمشيط التي يقوم بها، تقدم الجيش اليوم في عدد من الأحياء بحسب المصادر الميدانية وبحسب أيضا شهادات شهود عيان من الأرض. هذا الأمر أو هذه المعارك تسببت في سقوط غذيفة في أحد المنازل أودت بحياة عدد من الأشخاص، حوالي 5 بعضهم من أسرة واحدة، كذلك هناك عدد من الإصابات. هي إصابات بدأت تتساقط منذ ليلة أمس، حيث تعيش مدينة أم درمان على وجه التحديد على وقع اشتباكات بشكل متقطع منذ ليلة أمس، ولكنها اشتدت بشكل كبير خلال ساعات هذا اليوم، وتحديدا في منطقة أم درمان القديمة. مدينة الخرطوم بحري هي الأخرى لم تسلم من المعارك، حيث نفذ الطيران الحربي عدد من الطلعات الجوية في جنوب مدينة بحري وكذلك منطقة شرق النيل، ولكن أيضا بحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فإن هدوءا كبيرا يعم حوالي 5 جبهات قتال دارت فيها معارك بشكل كبير خلال ساعات هذا اليوم. طيب، سواء أم درمان القديمة شهدي أو حتى جنوب الخرطوم، هل نتحدث عن مناطق فيها اكتظاظ للسكان للمدنيين، وهل من إمكانية لهم للفرار من هذه النقاط المشتعلة؟ نعم، جنوب مدينة الخرطوم ظلت هناك كانت منها حالات نزوح، إلا أن أيضا هناك أحياء سكانها ما يزالون يتواجدون، هناك عدد كبير من المواطنين في عدد من الأحياء، هي من المناطق التي شهدت نزوح بأعداد كبيرة، كذلك بعض المناطق في مدينة أم درمان القديمة. هذه المناطق هي هذه الاشتباكات ليست جديدة، أجبرت الاشتباكات خلال فترات ماضية عدد كبير من المواطنين إلى النزوح والانتقال إلى مناطق أكثر أمنا. خلال ساعات هذا اليوم كما تعلمين فإن سير المعارك الرصاص المتطاير كذلك الغذائف والتحركات العسكرية تعيق أي عملية للخروج حتى للحصول على أبسط مقومات الحياة، إن كنا نتحدث عن خبز أو خلافه، كل ذلك يبقى متوقفا إلى حين توقف هذه المعارك وتحسن الحالة الأمنية. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإحاطة. من أم درمان الصحفي في مكتب الحدث في السودان شهدي نادر. نذهب إلى ضيفنا من القاهرة رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان ميرغني. مساء الخير لك أستاذ عثمان، أهلا بك معنا في الأخبار ليلى هذا المساء. يعني في تطورات ميدانية، في اشتباكات عنيفة سواء بأم درمان القديمة سواء بجنوب الخرطوم، وأيضا في معطيات من جانب الجيش عن تحقيق تقدم بالمطار وأيضا بالقيادة العامة، هذا المعطى نفي من جانب الدعم السريع، بس بنفس الوقت هل فعليا في أي تأكيدات على أي تقدم جديد للجيش على نقاط تمسك بها الدعم السريع منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب؟ هناك عمليات كبيرة للجيش خلال الأسابيع الماضية، هناك انفتاح على مناطق كثيرة لم يكن فيها عمليات في السابق، والآن دخلت هذه العمليات إلى مناطق لم تكن تشهد أي احتكاكات بين قوات الجيش والدعم السريع خلال الفترة الماضية. يعني قبل أيام كان هناك هجوم على كوبري المكنمر من ناحية الخرطوم من جانب قوات العمل الخاص وأسفر عن مقتل حوالي 12 من قوات الدعم السريع. الآن
ربما هناك خلط، يعني العمليات التي قامت بها قوات العمل الخاص، هذه القوات هي قوات مهام خاصة، بمعنى أنها لا ترتكز في المكان، يعني لا يمكن بعد ذلك البحث عنها بفيديو وتصوير المكان لإثبات أنها لم تكن هنا. هي تقوم بعمليات خاطفة سريعة، ضربات مباغتة، وأحيانا حتى ليس باللباس العسكري المعروف للجيش السوداني، إنما باللباس المدني العادي لمزيد من التخفي. فمعنى ذلك أنه لن يكون ممكنا تصويرها بفيديو في المطار أو في أمام مبنى جهاز الأمن وهذه المناطق التي ظهرت في الفيديو قبل قليل، لأنها تقوم بالعملية وتنسحب. تسيطر على هذه النقاط، يعني كيف يمكن لفرقة أن تذهب تقوم بالعملية ومن ثم تغادر؟ ألا يجب أيضا مسك الأرض؟ لا، استراتيجية الجيش هو لا يتمسك بالأرض إن لم يكن لها قيمة عسكرية، بمعنى آخر أنه يهدف الآن إلى استنزاف الطرف الآخر واستهداف مناطق لم تكن ضمن خارطة القتال لإيجاد مزيد من تشتيت القوة للطرف الآخر، لكن دون الارتكاز فيها، لأن الارتكاز فيها هنا يعني استخدام أسلحة ثقيلة، دبابات، مدرعات، غيرها، وهذه القوات هي تستخدم الأسلحة الخفيفة لمزيد من السرعة والتخفي والمباغتة. فإذا ليس هناك تناقض، يعني هي كانت في هذا المكان ومشطت هذا المكان واستهدفته بضربة خاطفة، لكنها لم تنتظر حتى تأتي كاميرات الدعم السريع لتصور العملية العسكرية. فإذا ليس هناك تناقض وهذا لا يشكل نف، وأعتقد أن ذلك سمة العمليات في الفترة الأخيرة. معظم العمليات كانت تقوم بها قوات العمل الخاص في مناطق كثيرة لم تكن فيها نشاطات عسكرية، لكنها فعلا عمليات مهام محددة، ثم بعد ذلك تعود إلى مناطقها التي انطلقت منها. هو نفس الأمر يعني يقال عن قوات دعم سريع أستاذ عثمان، يعني يقال أيضا أنه دعم سريع كون ليس لديه أي ثكنات واضحة هو أيضا يتحرك بهذه الطريقة، عمليات خاطفة ومن ثم انسحاب. يعني هل الجيش اليوم يعتمد نفس التكتيك لدعم السريع؟ لا، أنا أعتقد الدعم السريع هو اعتمد استراتيجية مناقضة. الدعم السريع دخل إلى مناطق واحتل هذه المناطق ولا يزال فيها، يعني الدعم السريع دخل إلى الاستراتيجية، لا يزال هناك، دخل إلى مصانع اليرموك، لا يزال، دخل إلى شرطة الاحتياطي ولا يزال هناك، ويحاول توسيع هذه المناطق بالدخول إلى مناطق أخرى. الأحياء تقريبا غالبية الأحياء في بحري والخرطوم تحت سيطرة الدعم السريع، هناك طرق رئيسية من الخرطوم بحري حتى جيلي تحت سيطرة الدعم السريع، ومن الخرطوم جنوبا في مناطق كثيرة حتى بداية ولاية الجزيرة، يعني هناك انتشار جغرافي، والدعم السريع يرتكز ويقيم بل يقيم ارتكازات لتفتيش السيارات العابرة والمواطنين ويمنع الدخول إلى بعض المناطق التي يحتلها، بمعنى أنه يحافظ على قيمة الأرض التي يحتلها، خلافا للعمليات التي يقوم بها الجيش والتي تستهدف الاستنزاف فقط، استنزاف البشري والعدة والعتاد والسلاح ودون البقاء في تلك المناطق، باعتبار أن الحرب في النهاية تعتمد على تحقيق الأهداف الكلية وليس فقط تحقيق أهداف جزئية باحتلال بعض المناطق التي ربما ليس لديها أي قيمة. يعني الآن منطقة مثلا بيت المال ومنطقة أبروف في أم درمان، هذه ليس لها قيمة عسكرية، يعني الذي يحتلها فقط يحتل مساكن المواطنين، لكن لا تأثير على سير العمليات العسكرية. هل نزلنا بمرحلة أن كل طرف يحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب نظرا إلى أن الأمور قد تتجه إلى هدنة وإلى ربما مفاوضات سياسية؟ بالضبط، يعني هذا هو الواقع الآن، هناك محاولة للتفاوض عبر المعارك العسكرية، تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض تؤثر بالضرورة على أوراق التفاوض داخل قاعة المفاوضات. هناك فعلا تفاوض جاد كان في خلال الأيام الماضية، لكنه توقف بعد انسحاب ممثلي الدعم المصري قوات الجيش السوداني، ولكن في كل أحوال هذا التفاوض سيعود مرة أخرى. كل طرف يحاول خلال هذه الفترة قبل أن يعود إلى قاعة التفاوض وقبل أن يلتزم باتفاق لوقف إطلاق النار، لأن ذلك الاتفاق سيحدد كثير من المعايير على الأرض، يحاول كل طرف تحسين أوضاعه، ولكن أعتقد أن الجيش خلال الفترة الماضية كان هو المهاجم وكانت قوات الدعم السريع هي في موقف الدفاع. باختصار يعني نتحدث ما زلنا أستاذ عثمان عن أنه عدد قليل جدا من الناس تصلهم مساعدات إنسانية، وما زال السؤال حول الممرات الإنسانية، لماذا إلى الآن ولا أي طرف سعى إلى هذا الموضوع؟
يعني لن تكون هناك ممرات إنسانية. يعني حتى لو كانت هناك جهة ترغب في إيجاد ممرات إنسانية لا يمكن، يعني هناك عمليات عسكرية شرسة جدا، نعم. لا يسلم منها أحد، يعني حتى الأبرياء الذين هم ليسوا في داخل ميادين القتال تأتيهم هذه الدانات والمدافع داخل بيوتهم وتقتل الموجودون داخل البيوت. فإذا ليس هناك إمكانية لتحقيق أي ممرات آمنة ما لم يتم الفصل بين القوات، وهذه أعتقد واحدة من أجندة التفاوض، وهي البند الأول في التفاوض الآن الذي يدور بين الطرفين هو إيجاد منطقة عازلة بين الطرفين بحيث تكون قوات الدعم السريع خارج المدينة وتكون قوات الجيش في مقارها المعهودة داخل المدينة. هنا يمكن بعد ذلك الحديث عن ممرات آمنة، لكن بهذا الوضع نعم. لا أحد آمن، لا أحد يستطيع أن يتحرك مهما كان، حتى ولو كان الصليب الأحمر، حتى ولو كانت منظمة أطباء بلا حدود نعم. الذين استهدفوا بالرصاص أثناء أعمالهم. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. معنا من القاهرة رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان ميرغني. الأخبار ليلة مستمرة وفيها بعد الفاصل لقاء مع وزير الاقتصاد اللبناني أمين إسلام مباشرة على الحدث، فهل يسحب تصريحاته؟ أهلا بكم من جديد. تسببت تصريحات لوزير الاقتصاد اللبناني أمين إسلام وصفتها الكويت بغير دبلوماسية بتوتر بين الدولتين تهدد بأن تتحول إلى أزمة. فقد دعا وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح لبنان لسحب التصريحات التي يدعو فيها إسلام الكويت إلى إعادة بناء أهراءات القمح التي تدمرت بالانفجار، مستخدمة تعبير شطبة قلم، وهو ما اعتبرته الكويت خارجا عن الأصول الدبلوماسية. وحاول إسلام تخفيض التوتر عبر توضيح التعبير الذي استخدمه في تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بيانا حول تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني ومقولة شخطة قلم لتنفيذ طلب المساعدة من الكويت لإعادة بناء مخازن القمح في لبنان. وأكد ميقاتي في البيان على عمق ومتانة العلاقة بين الكويت ولبنان، كما أكد أن دولة الكويت لم تتوانى عن مد يد العون للشعب اللبناني على مر العقود ضمن الأصول. وشدد بيان ميقاتي على احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكافة الدول لا سيما الكويت، والتي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية. ومعنا الآن من بيروت وزير الاقتصاد اللبناني أمين إسلام. معالي الوزير مساء الخير لحضرتك، أهلا بك معنا على شاشة الحدث هذا المساء. الكويت السلطات الرسمية تطالبكم بسحب تصريحكم الذي استمعنا إليه اليوم والذي أثار ردة فعل قوية من جانب الكويت، هل أنتم بوارد سحب التصريح؟
أولا مساء النور، وشكرا لكم على استضافتي ولجمهوركم الكريم. يعني أنا اليوم بعد الظهر تقريبا عقدت مؤتمر صحفي موسع، وأجبنا به على يعني التساؤلات التي طرحت والردة الفعل التي صدرت عن الكويت بالنسبة للتصريح لأمنا فيه نحن بما يتعلق ببناء إهراءات ملفأ بيروت. صحيح. وعملنا توضيح كامل، وطلبنا تحديدا من مجلس الأمة، لأنه كان في اعتراضات كبيرة من عدد من النواب، أن يتفهموا التوضيح أنه لم يكن مقصود بأي شكل من الأشكال الإساءة للعمل الدستوري أو للانتظام الإداري المؤسساتي للقيام بهذا المشروع. اسمع علي الوزير، طلب الكويت واضح، الكلمة اللي استعملت للأسف نعم سحب التصريح، هل أنتم تريدون القيام بذلك أو لا؟ تابعنا المؤتمر الصحفي، تابعنا كلامكم، ولكن سحب التصريح. هو المؤتمر الصحفي أجاب بكل وضوح، لأنه هو فعليا يعني ما في تصريح، هي كان الالتباس على التعبير اللي استعمل، لأنه التصريح اللي نحن قمنا فيه حتى دولة الكويت تعلم أنه كان مبني على معطيات ووقائع صادرة عن دولة الكويت. وأنا بقول لك بكل أمانة وبكل صراحة، ما حدا يمكن، إذا أنا يمكن من الأشخاص اللي بينعدوا على أصابع اليد الوحدة أو أكثر، اللي هم حريصين كل الحرص على العلاقة المميزة، واللي بيعرف دورة الكويت أكثر من أي شخص تاني يمكن بالجمهورية اللبنانية كلها. تتحدث عن صلة القرابة يعني مع الوزير أو يعني معرفة؟ يعني هو صار تلميح للأسف كثير على موضوع صلة القرابة، وأنا الشيء اللي أحزنني جداً أنه عادة وكما هو معلوم في التاريخ، صلة القرابة بين العائلات في الدول كانت تستعمل كقيمة مضافة، نعم، وكشيء جيد للعلاقات الأفضل وللعلاقات الأقرب. نعم. للأسف أنه اليوم إذا في صلة قرابة تحول إلى عمل سلبي، وهو هذا خطأ كتير كبير. اليوم لما بيكون في قرابة، نحن بنعرف بالتاريخ، طيب، لما كانوا الملوك يأخذوا من عائلات ملوك أخرى ومن خلال قبائل أخرى وعشائر أخرى، كان الهدف التقارب وخلق الأجواء الإيجابية. فما بيعني اليوم إذا سائب في مسؤولين أو وزيرين بدولتين مختلفين في بينهم قرابة، هذه قيمة مضافة، هذه مش قيمة يعني سلبية. طيب بس مع الوزير يعني لا نية بسحب التصريح، ولكن حضرتك تقول أنك أوضحت كلامك، بس لا نية لسحب التصريح. لا، أنا أوضحت وطلبت من كل المعنيين الذين شعروا أن كان في كلامي أي إساءة أو أي تخطي لهيبة الدستور والقانون الكويتي أو مسار التعاطي الدبلوماسي، إنه هذا لم يكن المقصود أبدا. وأنا يعني بهالطريقة أنا وضحت إنه الكلمات اللي استعملتها أبدا لم أقصد بها الإساءة. طيب. كانت عبارة عامية في اللغة اللبنانية، نحن منقول شخطة قلم أو كبسة زر، يعني موضوع قابل للتنفيذ بشكل سريع. نعم. فقط لا غير. بس أيضا في تحفظ كذلك بكلامك، ليس فقط على العبارة اللبنانية شخطة قلم يلي أوضحتها حضرتك، في تحفظ على الكلام إنه حضرتك تواصلت مع الأمير، أمير الكويت باسم الشعب اللبناني. يعني هذا أمر لا يحصل عادة بروتوكوليا وبالأصول، حضرتك وزير اقتصاد، يعني التواصل يتم بين دولة ودولة أو حكومة وحكومة، لا تخاطب مباشر مع الأمير ولا حتى يكون التخاطب باسم الشعب، هذا كيف يمكن تبريره؟ لا، لقلك للحقيقة اليوم يعني بغض النظر على أنه أنا وزير بهالحكومة، وأنا طبعا كان التواصل، أنا لما قلت أنا أرسلت رسالة، أنا أرسلت رسالة أولا كوزير اقتصاد مسؤول عن إهراءات مرفأ بيروت، المسؤول الأول والمباشر عن ملف إهراءات مرفأ بيروت والمتابعة به، والمتابعة بالمبادرة الكويتية التي أطلقت من 3 سنوات ونحن نتابع بها. وأيضا أنا رئيس لجنة الأمن الغذائي الوزارية، أيضا المعني في موضوع الأمن الغذائي في لبنان. نعم. نحن نعلم أن لبنان اليوم بلد يتألم، بلد ليس فيه مخزون استراتيجي احتياطي، ونحن عم نتكلم على موضوع إنساني حيوي، موضوع غذاء. نعم. يعني لبنان اليوم
يا سيدتي الكريمة، أنا لما تخطبت من طيبة قلب ومن محبة للكويت، لأني بعتبر مش بس أنا كوزير، كمواطن لبناني اليوم أنا بقول لك تربط الكويت في لبنان المئات والألاف من العائلات في بينها روابط بين الكويت ولبنان. فأنا لما أرسلت رسالة رسمية من قبل وزير الاقتصاد اللبناني المعني في الملف، استتبعت هذا في المقابلة على التلفزيون كرسالة من قلب ومن محبة وثقة أن المقاربة أنا كمواطن وكوزير إلى أمير الكويت، بس أنا المخاطبة الرسمية كانت إلى وزارة الخارجية. نعم. وإلى الأمير عبر وزارة الخارجية، بس أنا استعملت التعبير بكل طيبة وبكل يعني كيف بدي أقول لك، بكل براءة لما قلت على التيفي، كان مناشدة فعلا من الشعب اللبناني، لأنه أنا الوزير اللي عم يسمع اليوم أنين الشعب اللبناني أنه نحن عنا مشكلة، ويوميا نسعى إلى تأمين قمح وخبز اللبناني، وفوق 2,500,000 لاجئ ونازح عربي في لبنان. يعني هل من المعقول أنه دولة عربية مثل لبنان تتحمل هذا العبء، ومن الصعب عليها أن تعيد إحياء أو طلب من القلب بمبادرة إلى الكويت أو إلى أي دولة عربية كي تؤمن استقرار في لقمة عيش 5 مليون لبناني و 2.5 مليون نازح ولاجئ؟ نعم، بس اليوم في يعني أزمة حصلت إلى الآن لا يمكن تسميتها بأزمة دبلوماسية حتى الساعة، ولكن بنفس الوقت في عنا ردود واضحة جدا من جانب السلطات الكويتية. ما الذي سوف تفعله لمعالجة هذا الموضوع؟ يعني حضرتك لست بوارد سحب هذا التصريح، وبالتالي ما هي الخطوات الأخرى التي يمكن القيام بها لتلافي أزمة دبلوماسية مع دولة عربية ساعدت لبنان لسنوات طويلة؟ لا أبدا، أنا ما بسمح أبدا، بالعكس أنا آخر من سيكون شخص يخلق حتى أي شيء يتعلق ب ما يوصف بالأزمة الدبلوماسية أبدا، بالعكس أنا لا يعني لا يمكن أن أقوم بأي عمل أو أي تصريح. مشان هيك أنا طلعت، والتفسير اللي عملته بالمؤتمر الإعلامي هو كان بمثابة توضيح وسحب لأي التباس. يعني أنا بقلك أنا تصريحي كان في مثل ما قلت لك طلب بموضوع موجود وموضوع ليس جديد، كنا نؤكد على سحب للالتباس. وأنا في 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 التسجيل اللي حضرتكم عرضتوه إذا بتنتبهي أنا قلت بكل احترام كلني أمل ورجاء، هذه الكلمات يعلم ما معناها الجميع. الأمل والرجاء هو كن الاحترام وتأمل أن تكون نتائج إيجابية بكل احترام. بس أنا قلت كلمة شخطة ألم ما كانت بمحلها، لأنه طلعت بشكل عفوي، لأنه نحن نأمل أن يبت هذا الموضوع بسرعة، لأننا نتألم ونحن بحاجة إلى هذا. ما الذي يؤخر هذا البت معالي الوزير؟ من القمح والحبوب في لبنان. ما هو الكلام الكويتي قبل هذه التصريحات؟ لماذا تأخر البت بالموضوع؟ هذا أجمل سؤال سألتي اليوم. ما هو الذي يؤخر هذا البت؟ هو نفس يعني الشعور اللي كنت أنا شاعر فيه لما أجت وسائل الإعلام الأجنبية تسأل وزير الاقتصاد المعني بالملف ماذا حصل وأين وصلتم بالمبادرة الكويتية. طيب. يعني أنا سألت هذا السؤال من CNN ومن القاهرة. بس أيضا معالي الوزير، يعني هناك من يجيب على هذا السؤال بأنه اليوم الدولة اللبنانية متهمة بالفساد، نعلم تماما أنه ب 2020 بعد الانفجار كان كل الشعب اللبناني يطالب بأن لا يمر أي صفقة عبر الدولة اللبنانية نظرا إلى الاتهامات بالفساد. وأيضا اليوم يعني في أسئلة كذلك، ويقال أنه من البديهي أن تطرحها الدول التي سوف ترسل أموال، أنه كيف يمكن الحديث عن إعادة إعمار المرفأ بوقت أنه اليوم شركات التأمين ترفض دفع التعويض لأنه ليس هناك قرار ظني بهذه الجريمة؟ أليس هذا واجبكم أنتم، واجب الدولة اللبنانية وليس الدول الأخرى؟ يا سيدتي الكريمة، نحن نعلم، وأنا من الوزراء الذين طالما أقروا وصارحوا الناس في هذا الموضوع، نحن نعلم أن الدولة اللبنانية على مدى 3 أو 4 العقود الماضية نهبت وسرقت، وكان الفساد مستشري في كل مؤسساتها، وهذا هو السبب
أن لبنان اليوم يعيش هذه الأزمة ويمر في هذه التجارب. إنما يعني ما أقوله اليوم أنه لبنان وصل إلى مرحلة دفع فاتورة غالية من خلال من فسد في هذه الأرض اللبنانية، ومن خلال أيضا المعاقبة الخارجية لكل المجتمع الدولي للبنان. أم إنما نحن أمام شعب اليوم مقهور في أمنه الغذائي. مشان هيك أنا حبيت أني فرق، يعني نحن ما عم نطلب أموال ولا عم نطلب صفقات. نحن نعلم أن بناء الإهراءات يتم بعمل مباشر من أي دولة تريد أن تساعد لبنان، هي تنفذ، هي تقرر، هي تعتمد الشركة الهندسية، وهي تقوم في كل شيء. ونحن لسنا نطلب أي شيء، لا للدولة ولا للأشخاص ولا للحكومة. هذا أمر إنساني يتعلق في الأمن الغذائي، في مسألة دقيقة لا يدخل بها السياسة ولا تدخل بها كيف لا تدخل بها السياسة معالي الوزير ولا العقوبات. اليوم نحن بالأمس كانت ذكرى تفجير في أكثر من 200 قتيل، في ناس ما زالت تتعالج اليوم، أصلا كل الناس لديها صدمة نفسية من هذا الموضوع. كيف يمكن يعني نسيان كل هذا والقول نريد فقط الأمن الغذائي أو نريد أي شيء آخر، بوقت أنه حتى تهديم أهراءات القمح يقهر اللبنانيين بشكل كبير، الأهراءات المدمرة أصلا. نحن أبداً، بالعكس، أنا كنت دائماً من المدافعين والمواسين والأقرب إلى أهل الضحايا، وأنا أول من طالب بإبقاء الإهراءات القديمة كمعلم حفاظاً على هذه الذكرى. طيب هل تضغطون باتجاه التحقيق؟ يعلم أنني من هل في ضغط من الحكومة اليوم؟ شو ما الذي يقام؟ طبعاً طبعاً طبعاً، أنا في تصريحاتي العلنية والرسمية ومقابلاتي دائماً أطالب في العدالة السريعة، وأقول أن العدالة المتأخرة لا عدالة. وفي الأيام الأخيرة هذه كانت رسالتي ومتابعتي. بس لا يمكن، يعني أنت حضرتك تفضلتي وذكرتي أنه اليوم اللبناني يتألم في الذكرى الثالثة، ويتأسف على عدم وجود العدالة، ويتأسف على الظروف الاجتماعية وعلى الضغط الدولي. طيب، هل من المقبول أيضا أن نضيف على ألام وأوجاع اللبناني وغير اللبناني المقيم على هذه الأرض؟ نعم. أن يشتهي لقمة عيشه وأن ينتظر حرب أوكرانيا أو روسية ليعرف إذا يستطيع أن يصل القمح إليه أو لا يصل القمح إليه؟ نعم. بغياب مخزون استراتيجي في البلد. هذا نعم. هو كل الموضوع، يعني لا نريد أن نزيد على الألم الموجود. نعم، شكرا لك ضيفنا من بيروت وزير الاقتصاد اللبناني أمين إسلام. نذهب الآن إلى ضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع. مساء الخير لك دكتور عايد، أهلا بك معنا في الأخبار ليلة هذا المساء. أكيد استمعت معنا لكلام وزير الاقتصاد اللبناني، هو قال أنه هو حاول بالمؤتمر الصحفي سحب اللبس حول هذه العبارة. هل ما يقوله كاف بالنسبة للكويت يعني تدارك أي أزمة قد تنشأ من هذه التصريحات؟ تحياتي لك لارا ولمشاهديك الأعزاء. يعني أنا أعتقد أن الوزير للأسف الشديد لم يكن موفقا أصلا في تصريحه من الأساس، وهو يعرف جيدا كما يقول الكويت، ويعرف أن هناك مؤسسات دستورية، ولا يمكن أن يكون هناك دعم مالي لدولة دون أن يمر عبر مجلس الأمة، وبالتالي ما كان في ضرورة بالطريقة. حتى لما كان في مقابلة يتكلم وكأنه يعني الكويت عرزالة تقدم بسرعة أي شيء يطلب منها، هذا غير منطقة الحقيقة. هذا جانب من الموضوع. الجانب الآخر، لماذا يصر الوزير على عدم الاعتذار؟ يا أخي بلا هالتصريح بالكامل، أنا غلطان وما في داعي لهالتصريح، وأنا أحترم المؤسسات الكويتية ويعني أعرف كيفية الإجراءات الدستورية في هذا الجانب. ثم مثل ما أشرت الحقيقة، يعني لما يقول في المقابلة أنا بعث رسالة إلى أمير الكويت، طبعا هذا مع الاحترام، لو كان الموضوع يعني مواطن عنده إشكالية ويبعثها لسمو الأمير للديوان الأمير يعني يمكن تنفهم، لكن وزير تبعث أنت للأمير، وأمير الكويت وفقا للدستور الكويتي يمارس صلاحياته من خلال وزرائه،
بس هو قال عبر وزير الخارجية، يعني حتى نكون أيضا أمينين لجواب هو الوزير. هو قال بعدين، بس بتصريح الأول أنا بعثت رسالة إلى أمير الكويت. نعم. وهذا الحقيقة يعني كلام غير منطق، يعني بالجوانب الدستورية والمعتادة عندك وزير الخارجية، عندك وزير المالية، الوزراء المناظرين، وبالتالي أنت ممكن أن تخاطبهم، يعني على الأقل تصل إلى رئيس الوزراء. الأمير خارج هذا الموضوع، لأنه الأمير قلنا صلاحياته يمارسها من خلال وزرائه، لذلك هو لم يكن موفقا في التصريح. والأسوأ للأسف أنه بالرغم من كلام الطيب والذي أنا أتفهمه يعني، لكن يفترض فيه أن يكون شجاع وبشكل واضح أنه تصريحي غير موفق، وأنا أعتذر للشعب الكويتي ولصاحب السمو وللدولة الكويتية، وبالتالي أتمنى على أخواننا الكويتيين أن يقدموا الدعم. طبعا اللي يفترض ما الذي يؤخر المبادرة سألتيه الحقيقة الكويتية. نعم. طيب أنت الآن وضعك حتى رئيس جمهورية البرلمان مش قادر ينتخبه، ولم اليوم مرت أمس الذكرى الثالثة لانفجار بيروت، هل تم تقديم أحد من مرتكبي الجريمة إلى القضاء اللبناني؟ ولماذا عطل أصلا القضاء؟ نعم. لماذا القضاء لم يتح له بأن يتحرك لملاحقة المجرمين سواء كانوا من داخل أو من خارج لبنان؟ هذا يعرف هو أنه الحقيقة، وهو يعرف الوزير سلام بأنه هو وحكومته وكلهم مختطفين من طرف حزبي واحد يتحكم في لبنان، من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف في أي وزارة من الدولة. نعم. وبالتالي طيب لا حل لديهم، نحن نتفهم ذلك، لكن لسنا ملزمين الحقيقة بأن نأتي لهم بحكومة هم الذين يفترض فيهم أن يصححوا أوضاعهم من الداخل. في كلام لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شدد فيه على عمق ومتانة العلاقة بين لبنان والكويت، بين الدولتين وحتى الشعبين، شدد فيها على مدى المساعدة وحجم المساعدة الذي قدمته الكويت للبنان طوال الأعوام الماضية. هل تصريحاته قد تكون كافية بهذا الإطار، أو أنه اليوم المطلوب فعليا هو اعتذار رسمي من فقط وزير الاقتصاد؟ أنا أعتقد أنه اعتذار رسمي من وزير الاقتصاد ومن دولة رئيس الوزراء، لأنه هو المسؤول عن وزير الاقتصاد. والأجدى باعتقادي أن الأخ سلام يقدم استقالته ويترك الموضوع، لأنه حقيقة خلق أزمة من لا شيء ولا ضرورة لها. الكويت ليست ملزمة بأن تقدم مساعدة لهذا الطرف أو ذاك، حالة كان حال أي دولة أنت تخاطبها من جوانب أخوية، من جوانب مساعدات إنسانية، هذا موضوع. لكن أنت نفسك يا وزير الاقتصاد اللبناني تقول الدولة اللبنانية نهبت وسلبت. إذا الدولة نهبت وسلبت وأنتم موجودين، المساعدات اللي راح تذهب إليكم ما الذي يضمن أنها لن تسلب وتنهب ويبقى الشعب اللبناني يعاني؟ ها هو كل يوم الناس وصلت إلى حالة الفاقة في لبنان، والفقر أوضاع المزرية الحقيقة. والسبب يعرف معالي الوزير ويعرف دولة الرئيس، وبالتالي عليهم أن يعالجوا مشكلتهم قبل أن يطلبوا من الآخرين الدعم والمساندة. لأنه في ظل هذا الوضع أقولها لا بكل وضوح، لا الكويت ولا الدول الخليج الأخرى ولا حتى الدول الأجنبية ممكن أن تقدم مساعدات لدولة غير موجودة للأسف الشديد. دولة يعني يحكمها حزب من خارج الدولة ويتحكم فيها إلى درجة أنه رئيس الجمهورية البرلمان لا يستطيع أن ينتخبه. هذه قضية كبيرة الحقيقة. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا. للأسف انتهى وقت المقابلة. ضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع، شكرا لكم. فصل الأخير في هذه الساعة نتابع من بعده. تونس ترفض اتهامها بالتسبب بأزمة للمهاجرين على الحدود مع ليبيا.
يتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. ينضم إلينا مراسل الحدث. نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة. كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية؟ السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران. العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية. ما الذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحققه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتقد الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة. ما أبرز ما تم حتى الآن؟ ميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرب. هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيا الحوثية وبقي صامداً رغم الضربات المكثفة. هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حد هو مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيا الحوثية على الأرض في الداخل اليمني؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أهلا بكم من جديد. ردت تونس على الاتهامات الموجهة لها بدفعها مهاجرين غير شرعيين إلى الحدود مع ليبيا والتسبب بوفاة عدد منهم بعد أن وجدوا نفسهم عالقين أو ضائعين وسط الصحراء. ونفى المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجابلي الاتهامات الموجهة لتونس وقال إن هدفها تشويه سمعة البلاد. في المقابل يستمر تسجيل شهادات مهاجرين عالقين على الحدود يتحدثون عن طرد الشرطة التونسية لهم بعد تهديدهم بالسلاح. هذه الصور التي تم تداولها وتم نقلها وتم الهدف منها هو تشويه سمعة تونس سواء في الداخل أو في الخارج، تم دحضها من طرف السيد وزير الداخلية أمام البرلمان التونسي وقت يتكلم على أساس كونه ثم العديد من الصور والفيديوهات المفبركة والتي من الهدف منها الإساءة إلى سمعة تونس الداخلي والخارجي. تضحك هذه الطفلة مع أبيها وتنضم والدتها لهما مبتسمة بابتسامة كانت الأخيرة. فهذا اللاجئ الكاميروني الذي يبكي بحرقة للدموع تبرد جمر صدره والصورة السعيدة كانت حسن الختام بعدما صدم بموتهما بصورة أخرى أظهرت زوجته وابنته تغمرهما الرمال في الصحراء بين تونس وليبيا. أصابني الإعياء، سرنا لأربعة أيام دون أن نأكل أو نشرب. طلبت مني زوجتي أن أحاول النهوض والمتابعة لإنقاذ الطفلة على الأقل، لكننا تهنا عن بعضنا في نهاية الأمر. بعد 7 سنوات في ليبيا كسب خلالها رزقه من مهنة طلاء الجدران، قرر اللاجئ المفجوع بعائلته المغادرة لتونس مع ابنته وزوجته، لكنهم لم يتمكنوا من عبور المركز الحدودي لافتقارهم إلى وثائق قانونية وتاهوا في الصحراء. أخذوا هواتفنا وكسروها أمامنا ووثائقنا وهددونا بالسلاح، ضربونا وفتشونا، جلسنا على الرمال تحت الشمس لمدة طويلة. خلف كل وجه مكفهر من وجوه هؤلاء اللاجئين الناجين قصة عطش سارت معه على الرمال الساخنة حتى وصل إلى مركز اللجوء هذا. هلا العلي، الحدث. من الحدود التونسية الليبية معنا الآن الصحفية نسرين حمداوي. مساء الخير لك نسرين، كيف يبدو الوضع عند الحدود الآن وما هي الإجراءات إذا ما كان في إجراءات جديدة متخذة؟ نعم، في الحقيقة نحن الآن تحديدا في منطقة الكتف الحدودية الواقعة تحديدا في منطقة بنجردان من محافظة مدنين جنوب البلاد. يحدنا على اليمين البحر، لكن وراءنا كما تلاحظون هناك الأسلاك الشائكة التي تشير إلى بداية المنطقة العسكرية العازلة، حيث يقبع خلفنا حوالي 150 مهاجر غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة. في الحقيقة هنا الوضع الإنساني يبدو صعب جدا
باعتبار صعوبة المناخ وأيضا صعوبة التضاريس هنا، لكن وحدات الحرس الوطني تحاول إيصال المساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر التونسي إلى هؤلاء المهاجرين. كنا أيضا لاحظنا اليوم وعاينا كيف تقوم وحدات الأمن التونسي بإيصال عدد من الحالات الصحية الحرجة إلى مستشفيات وسط محافظة مدنين لتلقي العلاج ثم إرجاعها مجددا إلى هذا المكان، باعتبار أنه لا يمكن أن يدخلوا التراب التونسي دون حصولهم على وثائق رسمية. عينا أيضا بعد الصور الصادمة في الحقيقة لارا التي تثبت إيصال جثث لمهاجرين غير نظاميين هنا إلى الأراضي التونسية من قبل عدد من الليبيين على علامات سيارات يقومون بإيصالهم ورميهم في هذا المكان خلفي. الوضعية الإنسانية تبدو صعبة، لكن في المقابل لا يبدو هناك في الأفق القريب حلا جذريا لهذه الأزمة، باعتبار أن عددهم يتزايد يوميا وفقا لتصريحات القوى الجيش والحرس التي تؤمن المكان. يقولون أنه ليلا تأتي مجموعات من عشرات المهاجرين هنا إلى هذا المكان بنية الدخول إلى الأراضي التونسية خلصة. نعم. طيب نسرين، بالنسبة لي يعني أي إجراءات مرتقبة من جانب السلطات التونسية؟ نعرف كيف يتم تعاطي مع الوضع على الأرض الآن مع هذا الواقع، ولكن هل في أي خطط يتم إعدادها؟ هل في أي تنسيق مع ليبيا بأي شكل من الأشكال قادم أو سيكون في الفترة القادمة، أو حتى الآن لا وضوح في هذه النقطة؟ في الحقيقة إلى حدود هذا التوقيت فكل ما نعلمه أن السلطات التونسية ما زالت تشدد على موقفها الرافض لأن تكون تونس أرض توطين أو عبور لهؤلاء المهاجرين، وبالتالي فإنه لا يمكن في ربما الفترة القادمة أن يتم إدخالهم إلى التراب التونسي. في المقابل لم نلاحظ أي تنسيق هنا على الميدان بين الطرف الليبي والطرف التونسي لإغاثة ومساعدة هؤلاء المهاجرين، فقط شاهدنا الهلال الأحمر التونسي هو من يوصل المساعدة. على مستوى التنسيق أيضا يبدو أنه لا يوجد في الأفق أي بوادر لذلك إلى حدود هذه اللحظة طبعا. طيب بحسب كلامك مع هؤلاء المهاجرين، يعني تابعنا تقرير قبل مداخلتك ونتابع الصور الآتية، كيف يمكن وصف وضعهم؟ يعني فعليا أنت موجودة معهم عن قرب، ما هو وضعهم؟ نعم في الحقيقة الوضع الإنساني صعب، باعتبار أن من بينهم نساء وأطفال. هنالك امرأة وضعت مولودها خلال اليومين الماضيين، كانت في وضعية صحية حرجة مما تطلب نقلها إلى أحد المستشفيات. هناك امرأتين أخريات تم نقلهن أيضا إلى المستشفى بعد تعرض إحداهن مثلا إلى جلطة دماغية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. الأطفال أيضا هنا يبيتون في العراء في درجات حرارة مرتفعة. وأيضا كنا لاحظنا أن رغم أن الهلال الأحمر التونسي يحاول إيصال المساعدات، لكنها يبدو أنها غير كافية في ظل ارتفاع غير مسبوق لهؤلاء المهاجرين الذين يتوافدون يوميا كما قلت. يعني الهلال الأحمر هو المنظمة الوحيدة الموجودة الآن لإعانتهم على الأرض، ليس هناك منظمات أخرى غير حكومية أو مجتمع مدني؟ نعم بالفعل لا يوجد هنا سوى الهلال الأحمر التونسي. لم نلاحظ وجود أي مثلا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو أي منظمة مدنية أخرى ما عدا الهلال الأحمر التونسي. نعم. تحدثت عن نقل بعض الأشخاص إلى المستشفى، يعني هل من مستشفيات قريبة، هل من إمكانية لرعاية طبية بحال فعلا يحتاج هؤلاء إلى رعاية، وهل أصلا يعني هذا متاح من جانب السلطات التونسية بشكل سهل وبشكل مجاني؟ نعم بالفعل السلطات التونسية تؤمن العيادات الطبية بشكل مجاني، حتى الحالات التي لا تتطلب نقلها إلى المستشفى يؤمنون لها عيادات طبية سواء من طبيب الدفاع المدني التونسي أو كما نسميه في تونس الحماية المدنية، إلى جانب أطباء متطوعين ضمن الهلال الأحمر التونسي. أما إذا كانت الحالة تستدعي النقل إلى المستشفى فإن وحدات من الحرس الوطني تؤمن نقلهم إلى مستشفيات بنقردان الواقعة في محافظة مدنين التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن هذا المكان الحدودي، وبالتالي فإن عملية إسعافهم طبيا يبدو أنها تجري بسلاسة، هذا وفقا لما عيناه خلال هذا اليوم. شكرا جزيلا لك نسرين على نقل لنا الصورة من الحدود التونسية الليبية، الصحفية نسرين حمداوي.
أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة شخص واحد على الأقل بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار في تل أبيب، أسفرت أيضا عن مقتل المنفذ، فيما أظهرت مشاهد بثت على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الهلع بسبب هذه العملية. لسه عايش. ونذهب إلى القدس وإلى مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي لنستفهم منك زياد تفاصيل هذه العملية التي أعتقد هي أول عملية منذ أشهر بتل أبيب، منذ 3 أشهر على الأقل، صحيح؟ مساء الخير لك أيضا. مساء الخير، هذا صحيح جدا. قبل في شهر مارس الماضي كان هناك عملية في تل أبيب في شارع ديزنغوف، وهذه العملية هي الرابعة في خلال عام ونصف، وهذا يعتبر تطور نوعي في هذه العمليات داخل تل أبيب. منفذ هذه العملية وفق المعلومات الإسرائيلية والفلسطينية المتطابقة عمليا هو كامل أبو بكر، عمره لا يتعدى 22 عاما، هو من كتيبة جنين، كان مطاردا ومطلوبا اغتيالا واعتقالا للقوات الإسرائيلية أقله منذ 6 أشهر، وحتى الآن نجح في الدخول إلى وسط تل أبيب، فتح النار على حراس تابعين لبلدية تل أبيب اشتبهوا فيه وفق الرواية الإسرائيلية، وبادروا إلى سؤاله وفتح النار، أصاب أحدهم إصابات حرجة للغاية، والباقون عمليا أطلقوا النار عليه، أصيب في الموقع عمليا وفق الفيديوهات التي نقلت من هناك، يعني ذهب حيا إلى المستشفى الإسرائيلي. بعد ذلك أعلن قبل نحو 40 دقيقة من الآن بأنه عمليا توفي متأثرا بجروحه. نتنياهو قبل قليل أيضا أصدر تصريحا مقتضبا قال فيه إنه يشيد بردة فعل حراس بلدية تل أبيب، وأن إسرائيل على حد تعبيره ستلاحق كل من يحاولون القيام بمثل هذه العمليات. طيب بالنسبة للجرحى نتحدث عن جريح واحد بحالة يعني بجروح خطيرة، صح زياد؟ صحيح. والآن يحققون في الشرطة الإسرائيلية ماذا كان هدف المنفذ في العملية. كان هناك من حاول أن يربط مع المظاهرات الاحتجاجية الحاشدة في تل أبيب، لكن لا مؤشر، لا إثبات على أن نيته كانت في هذا الاتجاه. أيا كان، في المكان الذي كان فيه كان مكانا يعج بالمرة، وهناك مطاعم ومقاهن، وبالتالي كان هناك الكثير من الإسرائيليين في تلك المنطقة. أيا كان، المظاهرات انطلقت بشكل اعتيادي، عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد سياسة الحكومة القضائية، لكن بدون موسيقى وبدون أن يغلقوا الطرقات كما دأبوا أن يفعلوا في الأسابيع الماضية. شكرا جزيلا لك زياد، مدير مكتب الحدث إذن في فلسطين زياد حلبي، شكرا لك على هذه الإحاطة. ختام الساعة الأولى من الأخبار الليلة، دقائق ونلقاكم في الساعة الثانية. مرسي بعد كده طلع قرار ليهم بالعفو، طلع قرار بالعفو على 26 واحد، 4 إعدام و13 أشغال شقة مؤبدة. كنت تشعر بلقاءتك معه كان يقود كرئيس؟ لا، مرشد تعتقد أنه كان هو اللي كان وراه. الإخوان بدأت تتحرك من تاني يوم الثورة، هم اللي عملوا كده. ما هي السجون التي تم مهاجمتها؟ اللي كان فيهم الإخوان وأفراد حماس وأفراد حزب الله. في طلبات أخرى كانت من مرسي أو من قيادات إخوانية؟
اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق. الذاكرة السياسية الجزء الرابع، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس، في قرارات قادة وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين. أطلق الجيش الروسي هجوماً على مصنع أزوفستال الصلب آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبل. محاولات كانت موجودة من طرف روسيا، والقصف كذلك كان متواصل. روسيا مقررة بأنها سيتم فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين. حسب الوصف الأوكراني بأن المدنيون محاصرون في ماريوبل. ما هي خطورة تصريحات رئيس مجلس النواب واتهاماته بالتدخل الأمريكي المباشر في الحرب الأوكرانية؟ هذه الحرب ليست من أجل ناتو، هذه حرب توسعية روسية. كل هذه المعلومات هذا من صدفة الحرب الإعلامية. القتال في المنطقة ما بين خاركوف وبين إيزوم يشتد. يتحدث زيلينسكي عن هجوم مضاد، هل يعني نقل ساحة المعركة من الداخل الأوكراني إلى الداخل الروسي؟ كل هذا التوتر ما بين موسكو والدول الغربية وبعض العواصم المنتمية لحلف الناتو، هل يعني بأن باب الحوار بات موصداً بشكل كبير؟ وقعت القذيفة الآن والشظايا تتطاير حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب، حيث أن العربية والأدب أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلا. تبعات إقرار الموازنة المالية العراقية. هل يعقل أنه في بلد مثل العراق نسبة الفقر أكثر من 50% من السكان؟ هذه الميليشيات لا تخرج عن إطار هذه القوى المتنفذة بالعراق. هل هذا يعني استمرار أزمة أربيل وبغداد المتعلقة بالموازنة؟ الأقليم يجب التعامل معه ككيان موحد مستقل. هناك أخطاء كثيرة في هذا الدستور. ما هي المهام المناطة لقوات الجيش بالنسبة للحدود؟ هل يمكن لهذه الميليشيات أن تخرق سرايا السلام وتخرق التيار الصدري؟ بؤرة للدواعش في هذا المخيم ونقطة قلق بالنسبة للعراق. جماعة كتائب حزب الله باتوا الآن خارج هذا الإطار. ما الذي تعنيه هذه الخطوة أن يكون هناك ميليشيات جديدة؟ في خبر مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءته ما بين السطور. 19:00 اكتشف ما بين السطور من الاثنين إلى الجمعة على شاشة الحدث. الجيش السوداني يعلن التقدم للمرة الأولى في محيط مطار الخرطوم، والدعم السريع ينفي، وقبيلة جديدة تعلن دعمها له. أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق بين لبنان والكويت بعد تصريحات وصفت بغير الدبلوماسية لوزير الاقتصاد اللبناني.
انقلابيون نيجر يستنجدون بفاغنر عشية انتهاء مهلة حددتها إيكواس لإعادة السلطة، وفرنسا تعلن دعمها لتدخل عسكري تعد له المجموعة الأفريقية. غرقوا قاطرة في قناة السويس بعد اصطدامها بناقلة نفط، والإنقاذ تنتشل 6 أشخاص والعمليات مستمرة. تحية جديدة لكم مشاهدينا، وأهلا بكم في الساعة الثانية من الأخبار الليلة التي نبدأها من النيجر. فعشية انتهاء المهلة التي حددتها مجموعة إيكواس أو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للانقلابيين في النيجر لإعادة الرئيس المخلوع لمنصبه، برز طلب استنجاد تقدم به الانقلابيون لمجموعة فاغنر الروسية لتقديم الدعم العسكري لهم. وبحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن متحدث باسم الانقلابيين، فإن الطلب جاء للتصدي لأي محاولة تدخل عسكري خارجية كانت قد هددت بها مجموعة إيكواس، وأن اجتماعا حصل بالفعل بينهم وبين ممثلين عن فاغنر في مالي لبحث الطلب، ولم تحدد المجموعة موعدا زمنيا لهكذا تدخل، لكنها قالت الأسبوع الماضي إن الانقلابيين أمامهم أسبوع لإعادة الرئيس المخلوع. وأمس أعلنت المجموعة عن تحضير خطط لتدخل عسكري محتمل. هذا وأعلنت فرنسا أي الدولة المستعمرة السابقة دعمها الكامل لهذا التدخل. مهلة الأيام السبعة تنتهي غدا، ومع تصاعد التوترات في النيجر يبقى التساؤل حول السيناريوهات المحتملة بعد انتهاء المهلة وفشل الوساطة في إنهاء أزمة تهدد الأمن الإقليمي. السيناريو الأول هو رضوخ الانقلابيين وتحديدهم للوقت الذي سيستغرقه إعادتهم للحكم الديمقراطي في البلاد، والإفراج عن الرئيس محمد بازوم ومعتقلين آخرين والعودة إلى الحوار. السيناريو الثاني المحتمل هو استخدام قادة غرب أفريقيا للقوة،
خاصة أن إيكواس سبق وأن لجأت للقوة العسكرية لاستعادة النظام الدستوري في غامبيا عام 2017، حين رفض الرئيس السابق يحيى جامع التنحي بعد خسارته في الانتخابات. ولكن تبقى المخاوف كبيرة من تحول الوضع إلى حرب إقليمية واسعة النطاق، في حال قاومت النيجر التدخل وساندتها جاراتها مالي ونيجيريا وبوركينا فاسو، رغم دعوات الصين وروسيا إلى ضبط النفس وتخفيف التوتر. فرنسا بدورها أعلنت عن دعمها لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لدحر محاولة الانقلاب، وطالبت المسؤولين عن محاولة الانقلاب هذه بالإفراج عن الرئيس بازوم وجميع أعضاء حكومته والسماح بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري والديمقراطي. رند الشيخ، الحدث. ومن باريس معنا لمتابعة المزيد حول الموقف الفرنسي مما يجري بالنيجر مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنيبر. مساء الخير لك حسين، ما هي المواقف الجديدة الفرنسية في ظل يعني نحن أمام ساعات قليلة وتنتهي مهلة إيكواس؟ مساء الخير لارا. في الواقع يعني اختصرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لدى استقبالها صباح اليوم أوحمودو محمدو وهو رئيس وزراء النيجر الذي كان يحضر مؤتمرا في روما أواخر الشهر الماضي وبقي عالقا خارج بلاده وهو يتجول على عدة دول كانت فرنسا من بينها اليوم. قالت بعد لقائها به كاترين كولونا إن المهلة المعطاة من قبل دول مجموعة غرب إفريقيا للإنقلابيين في النيجر تنتهي غدا، لديهم إذن يوم واحد عليهم أن يأخذوا هذه المهلة بعين الاعتبار. وأضافت أن هذه الدول دول مجموعة غرب إفريقيا اتخذت إجراءات عقابية معطوفة على مهلة، هذه المهلة تنطوي على تهديد باستخدام قوة إقليمية ضدهم وعلى الإنقلابيين أن يأخذوا هذا التهديد بجدية كبيرة. عندما سئلت كاترين كولونا وكان هذا سؤالا مهما، هل ستلعب فرنسا دورا مباشرا في العملية العسكرية التي قد تشنها دول في غرب إفريقيا؟ قالت نحن لسنا في هذه المرحلة بعد، لكن رسالتنا واضحة على الانقلابيين أن يستجيبوا لمطالب الأسرة الدولية ومطالب مجموعة دول غرب إفريقيا من خلال إعادة النظام الدستوري إلى النيجر. هذا النظام يعود عبر إعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة واحترام إرادة شعب النيجر، هذه الرسالة الواضحة لهم، قالت وزيرة خارجية فرنسا لارا. طيب حسين، من ناحية ثانية المجلس العسكري بدأ بإلغاء اتفاقيات مع فرنسا، هذا الأمر أيضا استدعى ردا من فرنسا، بس فعليا ما خطورة الإجراءات التي يتخذها الآن المجلس العسكري مع فرنسا من ناحية الاتفاقيات؟ نسأل هنا. قللت فرنسا من أهمية ذلك عندما قالت كاترين كولونا صباح اليوم أن التعاون بين فرنسا والنيجر في المجالين العسكري والمدني معلق أصلا بحكم الأمر الواقع بعد الانقلاب الذي حصل. ولكن من جهة ثانية أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية اليوم كما أشار بيان للخارجية أمس إلى أن الإطار القانوني للتعاون الدفاعي والأمني بين فرنسا والنيجر تحدده اتفاقيات موقعة قبل سنوات مع السلطات الشرعية في النيجر، هذه السلطات هي وحدها التي نعترف بها، قالت كولونا كما جاء في بيان الخارجية أمس وكما قالت هي اليوم، نعترف فقط بهذه السلطات الشرعية وكل القرارات التي تصدر عن سلطات أخرى لا نعترف بها على الإطلاق، يقولون هنا على المستوى الرسمي، مع إشارة أخيرة إلى أن كلاما كثيرا بدأ يتسرب لارا مع قرب انتهاء المهلة التي وجهتها دول غرب إفريقيا إلى النيجر والتي تنتهي بحلول مساء الغد، بدأ كلام كثير يتسرب في وسائل الإعلام حول المخاوف من أن تحصل خلافات كبيرة بين الدول الخمسة عشرة التي تنضوي تحت لواء مجموعة دول غرب إفريقيا. حتى الآن الدول المحاذية حدوديا للنيجر منقسمة فيما بينها، هناك مالي وبوركينا فاسو قالتا أنهما ستعتبران أن أي عمل عسكري يحصل ضد النيجر كأنه إعلان حرب عليهما. من جهة أخرى تشاد قالت أنها لن تتدخل
دخل عسكريا على الإطلاق ضد السلطات الانقلابية في النيجر، وأن كانت تؤيد سياسيا إعادة الرئيس بازوم إلى السلطة. أما وزير خارجية بنين وكان أوضح أن بلاده تدعم إعادة الرئيس بازوم إلى السلطة. من ناحيته قال وزير الدفاع تشادي كما ذكرت أن بلاده لن تتدخل عسكريا. أما الجزائر وليبيا اللتان لهما حدود مع النيجر واللتان تعترضان على أي عملية عسكرية، هما ليستا في الواقع عضوتين في مجموعة دول غرب إفريقيا لكنهما تعارضان أي عمل عسكري ضد النيجر. شكرا جزيلا لك حسين على كل هذه الإيضاحات من باريس، إذن مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنيبر. ونذهب إلى موسكو ومعنا من هناك المحلل السياسي الروسي الدكتور رولاند بيغاموف. دكتور رولاند مساء الخير لك، أهلا بك معنا في الأخبار ليلى هذا المساء. يعني معلومات بحسب أسوشيتد بريس، المجلس العسكري بالنيجر التقى فاغنر بمالي وطلب مساعدة فاغنر. أولا، هل فاغنر مستعدة لتقديم هذه المساعدة بحسب المعطيات الروسية؟ مساء الخير. في اعتقادي من السابق لأواني هي الحديث أن حتى موافقة الواغنر أو التدخل الواغنر أو حتى صحة هذه الخبر، صراحة أنا شخصيا أشك فيها، ربما التقى وربما لا، ولكن في هذه الحالة عمل واغنر هو عمل إعلامي، من المبين أن هناك الرغبة في استخدام هذا العمل للأهداف لأحد الطرفين. الانقلابيون يريدون استخدام هذه الورقة، أيضا المنافسون لديهم السياسيون أيضا يريدون ذلك، ولكن فاغنر لا تلعب هنا دورا. موقف روسيا معروف، الموقف الرسمي هو روسيا ما الأودى إلى النظام الدستوري و تدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس والأودة إلى المجال الدستوري. ولا أعتقد ثم من الناحية الاستراتيجية لا أعتقد أن عدد أفراد واغنر هناك يمكن مقارنته ب 1500 جندي فرنسي أو 1200 جندي أمريكي، وكذلك أيضا هناك عدد قليل من الأفراد العسكريين الألمان وغيرهم. وأعتقد أنه لا داعي لتدخين دور هذه المجموعة. بس دكتور رولاند، يعني هذه المجموعة ليس هناك السيناريوهات المستقبلية أي تأكيدات أو رسمية على الأقل روسية واضحة حول أصلا وجودها بمالي. اليوم الحديث عن أنه هي تتفاوض تطلب مساعدتها، أليس هذا تأكيدا على وجود فاغنر بأفريقيا وبمالي بشكل خاص؟ لا أعتقد أنه اليوم هناك أي وجود من فاغنر في نيجر، أو حتى أشك شخصيا، أنا في رأيي الشخصي أشك في صحة هذه الأخبار حول الاتصالات أو المحادثات بين فاغنر وبين الانقلابيين في النيجر. في كل حال نحن نسأل عن مالي، لا أعتقد وجودهم بمالي، لا نسأل عن الوقت الحاضر. وجودهم بالمال هناك نبع، نعم هناك المستشارين من فاغنر موجودين في المال، هذا أمر معروف، الدنيا كلها تعرف ذلك، بس هذا غير معترف به. وفي أفريقيا الوسطى موجودون. نعم، اليوم بعد ما حصل مع بريغوجين بالفترة الماضية، أي فاغنر يتم التشاور معه؟ هل عندما يطلب التشاور مع فاغنر من أي طرف اليوم هو طلب للتشاور مع السلطات الروسية مباشرة؟ أو ما زال يمكن لروسيا أن تقول إنها شركة خاصة رغم أنه قالت أنه عقودهم سوف تضم إلى وزارة الدفاع؟ لا، هو السؤال والله سؤالك يحتوي على الجواب. يعني بالنسبة لروسيا لا توجد الشركة من وجهة النظر القانون الروسي، شركة فاغنر في روسيا غير موجودة. إذن هذه الشركة غير تابعة ولا للوزارة الخارجية الروسية، وهي شركة خاصة، هي الشركة الخاصة التي تعمل في أفريقيا وخارج البلاد،
وفي روسيا من وجهة نظر القانون هي غير موجودة الآن. يعني هذا الوجود لم يكن، وفي المجال الدستوري وفي مجال القانون لا توجد مثل هذه الشركات. حتى التشريع بالنسبة إلى هذه الشركات هناك مناقشات. هذا لم يكن الوضع بأوكرانيا، كان يتم الحديث في أوكرانيا. هناك شيء آخر، لأن في أوكرانيا واغنر وصلوا واشتركوا كمواطنين، كالناس الروس لديهم الشعور الوطني وليس كمستشارين والعاملين في الشركة الخاصة. يعني واغنر في أوكرانيا كانت المجموعات عبارة عن المجموعات المتطوعين العسكريين الذين جاءوا ليدافعون عن أرضهم، وليس من أجل أن يقبضون الفلوس مقابل خدمات الاستشارة أو خدمات الأمن أو حتى خدمات التدريب العسكري وغيرها من الخدمات العسكرية والأمنية. بالعودة إلى النيجر، يعني هناك مهلة منحت من إكواس للنيجر بإعادة الأمور على ما كانت عليه قبل الانقلاب، وتنتهي هذه المهلة مساء أمس. هناك حتى كذلك بعض الدعم الأوروبي، ونتحدث عن فرنسا، لأي إجراءات ستقوم به هذه المجموعة، فيمكن للموضوع أن يتطور إلى حرب أو إلى مواجهة. ببيان الكرملين طبعا هناك استبعاد وعدم نصح بموضوع تدخل خارجي، بس بنفس الوقت هل يمكن لروسيا أصلا أن تتحمل دخول بحرب، سواء عبر فاغنر أو عبر السلطات الروسية رسميا، بحرب جديدة وبأفريقيا هذه المرة؟ لماذا الإصرار أن روسيا ستقوم بذلك إذا روسيا قد أعربت عن موقفها وقالت أنها هي ما الأودى إلى الدستورية في النيجر؟ لا يوجد الحديث اليوم عن أي تدخل روسي في إفريقيا، التدخل العسكري. روسيا منشغلة اليوم في صراعها الوجودي في أوكرانيا، والآن ربما هناك الرغبة في جر روسيا إلى مسرح عمليات الجديد هذه المرة في إفريقيا. لا أعتقد أن روسيا جاهزة اليوم للمغامرات في إفريقيا. شكرا جزيلا. وربما الأطراف الأخرى تريد ذلك. شكرا لك ضيفنا من موسكو السياسي الروسي الدكتور رولاند بيغاموف. تستمر أعمال الإنقاذ البحري للتعامل مع حادث تصادم ناقلة غاز وقاطرة في قناة السويس، والذي أسفر عن غرق القاطرة. وأشار مراسل الحداثة لأن فرق الإنقاذ انتشلت 6 أشخاص من طاقم القاطرة الغارقة، ووقع التصادم خلال عبور الناقلة في رحلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى حدوث ثقوب في جسد القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها. ومعنا للمزيد حول هذا الموضوع من الإسماعيلية مراسل الحدث تامر نصرت. مساء الخير لك تامر، ما هو جديد هذه الحادثة؟ مساء الخير. حتى الآن تستمر الجهود من أجل تحديد موقع غرق القاطرة، وبعض وسائل الإعلام المصرية ذكرت من خلال مصادرها أنه قد تم تحديد موقع غرق القاطرة. عمق القناة بعد التوسعة يتجاوز 65 قدم تقريبا 24 متر، ويقال أن القاطرة موجودة على عمق بلغ 22 مترا. مسألة انتشال الحطام الآن هي ما يشغل الجميع، وكذلك انتشال جثمان واحد من طاقم القاطرة السبعة. هناك 6 كانوا قد نجوا من هذا الحادث قفزا من القاطرة عندما تعرضت للغرق، تم نقلهم إلى مستشفى نمرة 6، مستشفى تابع لهيئة قناة السويس الإسماعيلية. طيب استمر لأتأكد من أن تقول تم إنقاذ 6 وهناك شخص واحد توفي. شخص مفقود حتى الآن، لم تعلن وفاته رسميا، مفقود. لم يتم انتشار الجثمان، ولكن يعني حتى طبعا هذه اللحظة من الممكن الشكاك أنه لم يخرج مع 6 الذين يعني قفزوا للنجاة بحياتهم. هم الآن في المستشفى، أحدهم في الرعاية المركزة، والبقية 5 الباقين في غرف عادية بعد أن تم الكشف عليهم. وأيضا هناك يعني عمليات انتشال الحطام في ظروف صعبة جدا لأن الظلام دامس والعمق كبير،
وربما يحتاج الأمر إلى تدخلات أكبر ومجهود أكبر لكي يتم مرة أخرى استعادة هذا الشطر من القناة للملاحة مرة أخرى. خلف هذه السفينة، خلف ناقلة الغاز البترولي LPG وليست غاز طبيعي مسال ولكن غاز بترولي مسال، هذه الناقلة كان من خلفها 21 مركب تمر في قافلة الجنوب المتجهة شمالا عندما حدث هذا الاصطدام. الشاينا غاز ليجند هي السفينة أو الناقلة التي نتحدث عنها، وصلت رحلتها ووصلت إلى بورسعيد حيث تنفث الآن في منطقة تسمى بالمخطاف التي ترس فيها السفن لحين الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الحادث، ليس فقط تحقيقات ولكن أيضا للاطمئنان على بدن السفينة، خاصة أنها سوف تواصل رحلتها عاجلا أو آجلا في أعلى البحار إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلف هذه السفينة احتجزت 21 سفينة أخرى، هذا تعطل جزئي لأن منطقة البلاح التي حدث فيها هذا الحادث من المناطق التي يعني فيها ازدواج للقناة، من المتوقع أن يتم تسيير القوافل بالطريقة القديمة قبل ازدواج القناة، يعني قبل 8 سنوات من الآن تقريبا عندما كانت القوافل تمر في اتجاه من الشمال إلى الجنوب، ثم تمر قوافل أو قافلة أخرى من الجنوب إلى الشمال وهكذا دواليك. فبالتالي يعني هذا من المتوقع أن يحدث الآن لاستعادة الحركة مرة أخرى، وإن كانت حتى هذه اللحظة ليس لدينا تأكيد على ذلك، ولابد أن يتم رفع الحطام من أجل أن تستقبل القناة السويس السفن ذات الغطس العميق مرة أخرى. شكرا جزيلا لك من الإسماعيلية مراسل الحدث تامر نصرت. سيطرت فرق الحماية المدنية في القاهرة على حريق اندلع في مبنى وزارة الأوقاف الأثري دون وقوع إصابات، ومن المعلوم أن موظفي الوزارة انتقلوا قبل مدة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وقالت محافظة القاهرة في بيان إن محافظ القاهرة قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى الذي نشب به الحريق لبيان مدى تأثره بالحادث. نذهب إلى فصل ومن بعده نتابع. الوفد الأوكراني يقدم صيغة سلام من 10 نقاط في محادثات جدة، ويؤكد أنها لاقت دعما كبيرا من المشاركين. معظم النساء والرجال رحت عندها وقعدنا نحكي عن موضوع تجميد البويضات وكل شيء، بتقولي انت هلا بالسن المناسب وممتاز خلينا نفحص. الأمومة والأبوة مع بنوك الخصوبة. هذا الموضوع لا يتعلق بالتقنية بحد ذاتها، وأفضل خطوة يمكن تشتغلها بحياتها برأيي هي تجميد البويضات بسن حول 35.
هل المرأة ستكون قادرة على الإنجاب في أي مرحلة من العمر؟ طول ما في عندها خصوبة بويضاتها كويسة فيها أنها تحفظ بويضاتها وتستعملهم بعد عدة سنوات. وما أهمية بنوك الخصوبة في المساعدة على الإنجاب؟ مهمة خاصة. الليلة 9:30 على شاشة العربية. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم من جديد. انطلقت مبادرة سلام لإنهاء الأزمة في أوكرانيا من مدينة جدة السعودية، حيث عقد اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول لبحث فرصة سلام. المحادثات التي تنعقد على مدى يومين بغياب روسيا تبحث مسارات السلام في أوكرانيا، حيث أكدت السعودية استعدادها للقيام بمساعيها للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائما بحسب بيان نشر عشية انطلاق المحادثات. وقال مصدر بالوفد الأوكراني المشارك في المشاورات للحدث إن كييف قدمت صيغة للسلام من 10 نقاط، وأكد المصدر أن صيغة السلام التي قدمها الوفد الأوكراني دعمتها دول عدة ولقيت دعما أكثر من صيغة السلام التي طرحت في كوبنهاغن. ولكن إيجاد سبل كفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية هو ما تتطلع إليه السعودية من خلال اجتماع جدة اليوم. هذا الاجتماع يدعو إلى تعزيز الحوار والتعاون وتبادل الآراء والتنسيق لحل الأزمة ولتجنيب العالم المزيد من تداعياتها الإنسانية والأمنية والاقتصادية. كما أنه يأتي استكمالا لنقاشات حول السلام كانت كوبنهاغن قد استضافتها في يونيو الماضي، حيث دعا الرئيس الأوكراني خلالها إلى عقد قمة سلام لإقرار مبادئ تدعم أي تسوية لإنهاء الحرب. شارك في محادثات كوبنهاغن بالإضافة إلى أوكرانيا دول مجموعة السبع، الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى السعودية ودول أخرى. أما روسيا فستتابع هذا الاجتماع بحسب الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الذي أكد أن أي محاولة لتعزيز تسوية سلمية تستحق تقييما إيجابيا على حد تعبيره. على كل نفهم أكثر أجواء هذه الاجتماعات هذا اليوم مع مراسل حدث من جدة سلطان السلمي. سلطان، مساء الخير لك، ما هي آخر التطورات وإذا كان في أي تصريحات أو بيانات في ختام هذا اليوم؟ بالفعل انتهت قبل ساعة من الآن الجولة الأولى من الاجتماعات والمباحثات القائمة هنا بجدة، والتي بدأت اليوم في تمام الساعة 1:30 ظهرا، إذ كييف تعول بشكل كبير جدا حول المباحثات والاجتماعات المقامة هنا بجدة وبرعاية سعودية وبمشاركة نحو 30 شخصية دبلوماسية وأمنية، وهم ممثلين للدول الأوروبية والغربية وأوكرانيا بمقدمتهم مستشار الأمن الأمريكي وممثلي بكين، حيث يأمل المجتمع الدولي التوصل إلى حل سياسي يرضي كلا الطرفين، الطرف الروسي وكذلك الطرف الأوكراني. ويأتي هذا الاجتماع بعد الاجتماع الذي أقيم الشهر المصرم في كوبنهاغن وبمشاركة دولية أقل مستوى من مباحثات واجتماعات جدة المقامة هنا. وكان قد أعلن للحدث الوفد الأوكراني أن صيغة السلام المطروحة بجدة لقيت دعما أكثر مما حصل من أو في كوبنهاغن، وأيضا أن هذه المحادثات جدة دعمتها بشكل كبير جدا، وهي عبارة عن ملف يحمل في طياته 10 نقاط رئيسية، من ضمنها الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا والانسحاب كذلك الكامل للقوات الروسية وحماية أمن الغذاء والطاقة وأيضا السلامة النووية والإفراج عن جميع السجناء. وكان قد أعلن في وقت سابق الرئيس الأوكراني في أن هذه الاجتماعات والمباحثات بجدة هي تمهيدا لإقامة قمة سلام المتوقع أن تقام في الخريف المقبل لإنهاء الأزمة
الأزمة بشكل عام. فيما يتعلق بالجانب الدولي، هنالك اهتمام كبير وبالغ جدا حول هذه الاجتماعات والمباحثات المقامة بجدة برعاية سعودية لإيجاد حل سياسي ودبلوماسي أو وضع بعض أو الاتفاق على بعض الاتفاقيات والتشاورات التي وقعت أو حصلت اليوم هنا في جدة بعد الاجتماعات الثنائية والاجتماعات على طاولة المفاوضات بين كافة الدول الأعضاء المشاركة بهذا الاجتماع لإيجاد حلول سياسية وكذلك دبلوماسية، وأيضا تمهيدا لقمة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأوكراني التي سوف تقام في الخريف المقبل. متوقع أن تستمر أعمال هذه القمة لكن بشكل أصغر يوم غد. من المتوقع كذلك أن يصدر بيان أو خبر صحفي يتحدث عن نتائج هذا الاجتماع وأبرز ما حدث ودار داخل طاولة أو على طاولة التفاوض. أيضا كان قد أعلنت موسكو أنها تتابع بشكل كبير جدا نتائج هذا الاجتماع. الجانب الأوكراني متمسك بشكل كبير بالملف السلام الذي نشط بشكل كبير في الآونة الأخيرة من قبل الرئيس الأوكراني الذي أعلن عنه كذلك في الفترات الأخيرة وأكد عليه في اجتماع ومباحثات كوبنهاغ. سلطان، هل من الواضح إذا ما كان هناك أي اجتماعات قد تستمر ليوم غد؟ حتى هذه اللحظة هنالك مصادر تشير أنه من المتوقع أن تستكمل هذه الاجتماعات، ولكن هناك أيضا مصادر أخرى تشير أن الوفد الأمريكي بدأ مغادرة مقر الاجتماعات والمباحثات متوجها إلى مطار جدة لمغادرة السعودية. لكن قد تكون هنالك مباحثات واجتماعات ثنائية بشكل محدود جدا بين الأطراف المشاركة اليوم أو الدول الأعضاء المشاركة في هذه الاجتماعات يوم غد. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من جدة. إذن مراسل الحدث سلطان السلمي. فاصل قصير نتابع من بعده الأخبار الليلة. حقيقة من المتوقع والمرتقب إجراء هذه الانتخابات اليوم، من الذي يستفيد من هذه الميليشيات؟ المباحثات تتركز حول توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. يجب أن تكون هناك ضوابط لاختيار رئيس دولة، من يقود الدولة الليبية؟ ما الضامن هذه المرة أن يتوصل إلى اتفاق حولها؟ هل كان هناك تهيئة لعملية عسكرية في ظل الحديث عن اقتراب الانتخابات؟ هناك تحركات مشبوهة في داخل ليبيا. هذه المجموعة أخي الكريم تأتمر بأوامر الخارج، لا تريد استقرار، هذه تتبع أجندة. هل نتحدث اليوم عن اتفاق للتعطيل؟ أي شخص أو أي كيان لا يريد قيام الجيش هو عدو ليبيا. هناك من يحمل السلاح وقد يخرب العملية الانتخابية برمتها. هل هي إشارة من واشنطن بأن ما يقوم به باتيلي مدعوم من الولايات المتحدة ولا بد أن ينفذ؟ ليبيا مترابطة جدا على كل المستويات إلا سياسيا، هناك انقسام سياسي. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سالوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمان قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. أهلا بكم من جديد. في العراق عادت أزمة استهداف أبراج نقل الكهرباء لتتفاقم، ما دفع بوزارة الطاقة إلى بدء تنفيذ خطط انتشار وتفتيش لحماية أبراج الطاقة الكهربائية. وفي آخر هذه الاستهدافات كانت وزارة الكهرباء قد أعلنت عن وقوع تفجير تخريبي جديد استهدف أبراج خط نقل الكهرباء في منطقة خان بني سعد بين شرق بغداد وديالة، والذي يعمل بجهد 400 كيلو فولت.
وإلى الزميلة هدير الرباعي والمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع الذي يتكرر دائما في العراق. صح هدير؟ نعم. مساء الخير لك، نتابع معك إذن التفاصيل. مساء الخير لارا. إذن تستمر أزمة الكهرباء في العراق مع كل موسم صيف، لتزداد معها معاناة العراقيين كما هو معروف منذ 17 عاما. المشكلة الأساسية بدأت من خروج المحطات الرئيسية، أي محطات توليد الطاقة الكهربائية، عن الخدمة قبل عام 2003 إبان الحصار الاقتصادي الذي كان مفروض على العراق. بعد عام 2003 أخفقت الحكومات العراقية المتتالية عن معالجة المشاكل المتعلقة بشح الطاقة وخاصة التيار الكهربائي. ويرى مختصون أن الأزمة مستمرة، الأزمة المستمرة تعود لأسباب عدة، أبرزها الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة العراقية الذي أدى إلى نهب مليارات الدولارات من خلال إبرام عقود مع شركات وهمية. أصابع الاتهام أشارت إلى مكاتب الأحزاب الاقتصادية المسيطرة على وزارة الكهرباء والوزارات العراقية الأخرى التي تم بموجبها سرقة ملايين الدولارات من أموال الموازنات المتعاقبة من دون محاسبة. السبب الآخر هو غياب الخطط الاستراتيجية للدولة لوضع دراسات طبعا تتابع حجم التوسع السكاني وزيادة الطلب على الطاقة وتوسع المدن أيضا. اعتماد العراق على الغاز والطاقة المستوردة من إيران يجعل هذا الملف يستغل سياسيا ضد العراقيين. أيضا إهمال الحكومات لقطاع النفط والغاز العراقيين واستغلاله لمصالح القوى السياسية المتنفذة والتي عادة ما تفضل الإبقاء على استيراد الغاز من إيران، فيما العراق في صدارة الدول الغنية بالنفط والطاقة التي يمكنها تغطية الحاجات المحلية وأيضا التصدير، إلا أن هذا القطاع يخضع للضغوط السياسية لصالح إيران وصالح الأحزاب طبعا. وما زاد من معاناة العراقيين عملية استهداف الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية بين المحافظات. أيضا هذه العملية كما أفادت القوات المسلحة وأفادت وزارة الكهرباء يتم استهداف هذه الأبراج بعبوات ناسفة، وعادة ما يتم توقيت هذا الاستهداف في ذروة حرارة فصل الصيف الساخن في العراق، وعادة ما تسجل هذه الحوادث ضد مجهول، ما دفع الحكومة إلى الاستعانة بقوات الجيش والشرطة لحماية أبراج الطاقة. أصابع الاتهام من جهة أخرى أيضا أشارت إلى جهات متنفذة قالت بأنها تتعمد تفجير أبراج الطاقة وخروج هذه الأبراج عن الخدمة لاستغلال الأسلاك المعدنية وبيع هذه الأسلاك طبعا، وما موجود في المواقع تباع في السوق السوداء بأرباح هائلة. إذن كل هذا عبارة عن طرق كسب مشروع غير مشروع المنتشر في العراق والتي تمس حياة المواطنين ولكن دون معالجة تذكر لارا. بالفعل هدير، وبالتالي أسئلة كثيرة تطرح حول كل ما ذكرتيه ونحن سننقلها إلى ضيفنا بعد قليل. شكرا جزيلا لك. شكرا على هذه الإحاطة. شكرا. ونذهب إذن مشاهدينا إلى ضيفنا من بغداد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى. أستاذ أحمد، مساء الخير لحضرتك، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة. أولا، من الذي يستهدف أبراج الكهرباء سواء الآن أو حتى الاستهدافات السابقة بالسنوات الماضية؟ مرحبا بجناب الست لارا، حيا الله جميع مشاهدي قناتكم وتلفزيونكم. يعني ابتداء لو سمحتي لي ضيفتك الكريمة اللي كانت تستعرض التقرير ترى بجملة من المغادرات ينبغي أن توضح على عجالة الوقت ربما، لكن من يستهدف اليوم أبراج وخطوط نقل الطاقة هو من يريد أن يوغل بهذا المواطنين، هو من يحاول أن يعيش المواطنين بالظلام، ومن يحاول أن يقطع أوصال المحافظات عن المنظومة الكهربائية، ومن يحاول أن يعزل المحافظات بعضها عن بعض. وجزء من هذه العمليات التخريبية التي طالت أبراج وخطوط نقل الطاقة بالعبوات الناسفة تم إحباطها من القوات الأمنية وتم مسك بعض المخربين. نعم، بس من تقصد أستاذ أحمد؟ من الذي يحاول فصل المحافظات عن بعضها؟ من الذي لمصلحته التخريب؟ العصابات التخريبية والإرهابية التي تحاول أن تعيث وتؤذي المواطنين
اليوم قطع الكهرباء، قطع امدادات الكهرباء عن ابراج وخطوط نقل الطاقه تفجيرها بهذا الشكل، هو قطع الكهرباء عن المستشفيات، قطعها عن مشاريع المياه، قطعها عن المشاريع الحيويه التي تخدم المواطنين. وبالتالي هو اولا محاوله لتضبيط و يعني تقاعس ومحاولة لتخريب الجهد الحكومي أولا، ثانيا هو محاولة لأذى المواطنين، ثالثا هو محاولة لإنهاء قدرات وزارة حكومية كوزارة الكهرباء. وبالتالي ملاكات الكهرباء مباشرة كانت تستنفر إلى مكانات الحوادث تعيد إعمار ما تدمر، كما حصل بصلاح الدين وحديثة قبل يومين، وعيدت الخطوط والأبراج عيد بناءها. اليوم يجري إعادة إعمار خط تم تفجيره يوم أمس، اليوم إن شاء الله بساعات قليلة سينتهى من إعادة إعماره ويرجع للعمل إن شاء الله. طيب، ولكن أيضا حكي عن عمليات تفتيش أمنية لحماية هذه الخطوط حتى قبل استهدافها وليس للتعاطي معها بعد الاستهداف. لماذا هذه أصلا عمليات تفتيش ليست موجودة؟ لماذا الحماية ليست موجودة طالما أنه أمر يتكرر؟ لا استلارة، اليوم الحماية موجودة، وحتى الأوامر صدرت من القائد العام للقوات المسلحة اللي هو السيد رئيس الوزراء قبل وقت مبكر، أن هنالك غرفة عمليات دائمة الانعقاد ما بين وزارة الكهرباء ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، قضت بما يلي يعني أن تسير أفواج طوارئ لحماية الأبراج والخطوط، وأن تنصب كاميرات حرارية، وحتى أن يسير طيران مسير في بعض الأحيان لرصد أي عمليات يشتبه أنها تخريبية. لكن ستلار اليوم الحديث عن الخطوط الناقلة هي عبارة عن 1000 برج، عبارة عن 800 برج، هذه منتشرة بمساحات شاسعة وفارغة وصحراوية، جزء منها مقاطع صعبة، صعبة أن تحرس وصعبة أن تحمى، لذلك تستهدف بالعبوات الناسفة. طبعا جزء كبير من هذه المحاولات التخريبية تم إحباطه تفكيك العبوات الناسفة، والجزء الآخر اللي هو الطلع بتفجير الأبراج اللي سرعان ما يتم إعادة إعمارها إن شاء الله. طيب، عندما نتحدث عن عبوات ناسفة لا نتحدث عن عمليات تخريب بدائية أو من بعض العصابات الموجودة، نتحدث عن يعني جهات تمتلك هذه الأسلحة. ما الذي يمكنه استخدام عبوات ناسفة الآن بالعراق؟ أي جهات؟ يعني ستلي هو نفسهم ذات الجهات التخريبية، ذات الجهات الإرهابية التي تستهدف المورد الحيوي وتستهدف المورد البشري. يعني حتى أنه أكو بعض ملاكاتنا اللي كانت تعمل بهذه المناطق الصحراوية اللي بها التفجيرات، يعني تتعرض كانت لأعمال قمص، نعم، عولجت من قبل القوات الأمنية والقوات العسكرية، وأيضا تم فتح منافذ استخبارية. طيب، مع شيوخ العشائر، مع مخاطر المناطق للتبليغ عن أي عمل يشتبه أنه تخريبي. وبالتالي الآن المناطق العمليات العسكرية ممسوكة الآن بحسب توجيهات السيد رئيس الوزراء بشكل ترابط لحماية الأبراج والخطوط، وأن لا تتكرر هذه المحاولات. أحمد، يعني بكل عام وبكل فصل صيف يعاني العراق من انقطاع للكهرباء، يعاني العراقيون بشكل كبير مع هذا الموضوع. ما هي المشكلة داخل وزارة الكهرباء حتى أنه ليس هناك خطط واضحة، وأيضا هناك تهم بالفساد لبعض الأطراف الموجودة داخل الوزارة؟ أين تكمن المشكلة حتى هذا الأمر ما زال يتكرر بنفس الوتيرة بنفس الشكل ل17 عاما إلى الآن، من 2003 20 عام يعني ستلار اليوم بلحاظ العشرين عام التي مضت، بعام 2003 كان توليد العراق أو إنتاج منظومة العراق من الطاقة هو عبارة عن 3400، واليوم الحديث عن 25 إلى 26 ألف ميجاوات. هنالك تطور كبير بالطاقات الإنتاجية قبالة تحديث قطاع النقل وتطوير قطاع التوزيع، هسه لم يواكب حاجة المواطنين. إيه نعم صحيح، لأن العراق لليوم وبالتحديد منظومة الطاقة الكهربائية على مستوى الإنتاج تعاني من ضعف الوقودية. اليوم جميع محطاتنا تحتاج إلى الوقود، جميع محطاتنا تحتاج إلى الغاز. لجئنا بجزئيات باعتبار أن الغاز الوطني غير مستغل بشكل كامل، هذا اللي أشارت إلى يعني لضيفتك الكريمة، أننا لا نعتمد على الغاز الإيراني ولا نعتمد على الطاقة الإيرانية إلا بجزئيات من هذه 24 أو 25 ألف ميجاوات، باعتبار حقول الغاز غير مستغلة، والآن الحكومة عاملة على استغلال أن نستورد جزء من الغاز لتشغيل جزء من محطاتنا. انحسار إطلاقات الغاز الإيراني الذي يشغل جزء من محطاتنا بسبب عدم وصول المستحقات الواجبة الدفع، وبسبب عدم
يعني العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران حالة أن يصل الغاز بشكل كامل لمحطاتنا، والذي تعاني به محطاتنا على فترات من تراجع الإنتاج. نعم. إحنا الآن نتحدث عن اتفاقية ضمنت الحكومة محايدة النفط الأسود بالغاز، استمر تدفق الغاز بشكل كافي، منظومات مشاهدتها في ساعات تجهيز مرسمة جيدة، بطنة واحدة بهذا الغاز مرتبة بهذا الاعتماد على محطات الطاقة الشمسية. نعم. مشروعات ربط كهربائي ستنجز خلال 3 سنوات لندعم ملف الكهرباء. أستاذ أحمد، نحن للأسف انتهى وقت هذه المقابلة، ولكن أشكرك جزيل الشكر على مداخلتك معنا من بغداد، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين جراء الغارات الجوية التي شنها طيران الحربي الروسي على الجهة الغربية من مدينة إدلب. وقال المرصد إن القتلى 3 من أسرة 1 بينهم سيدة وطفلة، وأضاف أن فرق الإنقاذ تعكف على انتشال الضحايا من بين الأنقاض، مشيرا إلى أن العدد مرشح للارتفاع لوجود إصابات حالتها خطيرة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باعتقال عنصر ينتمي لتنظيم داعش بريف دير الزور الشمالي. وقال المرصد إن قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي في قرية ضمان التابعة لمدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي. وهذه العملية التي نفذت فجر اليوم هي العملية 58 منذ بداية هذا العام، تنفذها قوات التحالف الدولي في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. اعتقلت على أسرها ما لا يقل عن 470 من خلايا التنظيم وقتلت 13 منهم، أي أن هناك انتشار كبير لخلايا التنظيم في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وهذا ما قلنا سابقا ونشرنا تقرير بأن فقط هذا العام لوحده تنظيم داعش نفذ 102 وأكثر من 100 عملية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، أي أن هناك نشاط كبير لهذا التنظيم في هذه المناطق. انتقد تجار الأسواق بمحافظة إدلب قرار السلطات بإلزامهم التعامل بالدولار الأمريكي عوضا عن الليرة التركية في عمليات البيع والشراء، وقال التجار إن القرار سيتسبب في خسائر وفي إرباك كبير في السوق، فيما أرجعت السلطات قرارها إلى عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية وتعرض المزارعين والتجار لخسائر كبيرة بسبب البيع الآجل، مشيرة إلى أن القرار يسري على مبيعات الكميات الكبيرة، بينما سيظل التعامل بالليرة التركية ساريا على التعاملات اليومية. بيقدر 3 كاس و4 ورقات. الخضرة بشكل عام ما بتنعمل على الدولار، لأن هذا الرزق ميت، بضاعة ميتة، نهار نهارين الثالث بكبوا. ما بيمشي حال على الدولار، هلا عم تنباع الباقي بالأدونس 3 ليرات، مثلا جملة ورقتين ونص، عم تنباع 3 ليرات، شلون بدك تقسمها على الدولار أنت؟ شلون بدك تقسمها على الدولار؟ سنت يعني؟ السنت، أول شيء الدولار ما في فرطة، يعني ما في 1 دولار، ما في 5 دولار، قليل كثير. الحال بتخليك على حالك بالتركي، تركي عم بتبيع تركي عم بتشتري تركي. يعني اليوم أنا عم بقول لك أنا لي معك دين. اللي معك 60-70 ألف أو 50 ألف 30 ألف تركي مثلاً أو 10 آلاف تركي، إذا بدي أقلب لك إياهم دولار هلأ أنا خسران، أنا كنت بدينك إياهم من سنين هلأ بسحب من عندي رزق، أنا بدينك إياهم، إذا بدي أقلب لك إياهم دولار أنا خسرت.
او انت خسران ما معك، اذا ما معك تركه تدفع لي. سبب اصدار هذا القرار هو بنقدر نسميه البيوع الاجلي في اسواق الهال، انه اهل المزارعين يعني بياتوا بضاعتهم وبيجوا بضاعتهم على سوق الهال، ما بيقبض الثمن بشكل مباشر، قبضان الثمن البضاعه بيكون بعد يوم او يومين. هذا هو اليوم واليومين فيه خسارات كتير كبيرة نتيجة انهيارات الليرة التركية المتتالية بشكل يومي. عمليا هذا القرار أنا بشوفه إيجابي بالنسبة أو بالنسبة لطرف المستهلك. ليش؟ لأنه سابقا ما كان في تسعيرة، وإن كانت في تسعيرة كانت في تسعيرة بالتركي لصالح التاجر لصالح المنتج يعني، وبالتالي كان الأثر سلبي على المستهلك. الآن تسعيرة إيجابية. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من الأخبار ليلى، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.